مقلدة الشخص ده. أو مثلا تلاقي مرة واحدة حصل انخفاض مثلا في أمريكا في الإيدز أبدان، الناس بطلت تعمل نسبة الإيدز قلت في البلد وحاجات زي كده. يعني مثلا جزمة معينة ازاي الناس كلها بدأت تلبس الجزمة دي، ازاي فكر معين بينتشر. فالكتاب ده بيتكلم عن دراسات، فبيتكلم على تقريبا حاجة واحدة معينة. الحاجة دي وهي يعني بالنسبة لي كانت يعني كنت كلمناش كل واحد تماما بس مش مدرك يعني أهميتها. يعني بيقول إن في أشخاص، خلاص في أشخاص معينة، الأشخاص دي ليها علاقات كتيرة وليها شخصية معينة وليها طباع معينة. الأشخاص دي هي الأشخاص اللي بتبدأ تغير المجتمع، سواء بحاجة إيجابية أو حاجة سلبية، سواء كمرض أو سواء كفكرة أو سواء كلبس. فممكن المؤتمرات زي كده ناس اتكلمت واتقابلت ومشيت، ولكن اللي أنا لمسته في إن إحنا حريصين مثلا إن إحنا نلاقي الناس اللي تيجي، إحنا ندور على الناس اللي هي الطرف اللي هما التيبنج بوينت اللي هما الليدرز، بس مش ليدرز طبيعيين. لما يجي يوصف الأشخاص دي بيقول الأشخاص دي بالظبط كده، يقول لك الشخص ده دي او ده راجل او ست يعني ولد او بنت، يقول لك هو مثلا بيحب يساعد الناس. دايما لما تسال عليه مشكله يقول لك اساعدك ازاي. دايما تلاقي الشخص ده يعرف ناس كتير قوي، ويقول لك ان معظم لو انت تعرف الشخص ده معظم اصحابك عن طريق الشخص ده، تحب تكلمه باي مشكله يلاقي لك حل. فانا عشان اللي احنا شايفين المؤتمر من اهداف المؤتمر عايزين نطلع بيه سميها ايه ترند، عايزين نطلع بحرب، عايزين نوري الناس الشباب الثانيه اللي قاعده على الهوا واللي مش معانا هنا ان يا جماعه انت بتقول وان انت فعلا ان انت تعمل حاجه لصالح بلدك دي حاجه حلوه، دي حاجه لذيذه والزم ان انت تبقى قاعد على الهوا وما بتعملش حاجه. مش هو ده فعلا ده فعلا صح؟ يعني هو فعلا احنا بنعمله ده ابيض اكد ان احنا قاعدين على القهوه وما بنعملش حاجه. بس ازاي اقدر انا اخلي ده موضه؟ اوكي؟ الكتاب ده بيشرح ازاي؟ ومن الحاجات اللي انا بقول لكم النقطه الاساسيه اللي هي الاشخاص دي، سواء انت من الشخص ده او تعرف حد من الشخص ده. فاحنا عايزين نبدا او اتمنى ان الناس اللي احنا هنتكلم معاها ونشتغل معاها هي الاشخاص دي. بس خلينا نقول نقطه برضه مهمه. لو انا الشخص ده اقول له انا حاسس انا تيبنج بوينت، حاسس ان انا واحد منهم. الراجل الكتاب بيقول لك ان الشخص ده ممكن يبقى كويس وحش، ممكن ينشر فكر فاسد وممكن ينشر فكر كويس. طب قلت انا منهم وانا ليا تاثير على اصحابه. طب خلينا نبص لنفسنا. الاسبوع اللي فات كنت بادئ محاضره في جامعه الملكيه وقابلت شباب داخلين الجامعه، خلاص جايبين المدارس بدون محاضره كده يعني. فسالت الشباب وقابلت حد كبير برضه، سالت السؤال ده. سؤال اعتقد اللي من هنا وما عندوش رد عليه يعني فيها مشكله. السؤال ده للاسف في ناس كبيره مش عارفه رد. السؤال ده انا بساله يعني ممكن نجربه يعني. اساله تسأل واحد أو تقول له حتى شباب إيه هدفك في الحياة؟ لأن ما هو أكيد في حد يعني أكيد يعني أنا جاي على الدنيا دي ليه هدف؟ أكيد جاي أعمل حاجة، مش باكل وبشرب وبخلف وأخش جامعة وأجيب فلوس وأموت. أكيد في حاجة، أكيد لازم يبقى ليا نقطة بطلب. فالشباب دي بيقول لهم يا جماعة انتوا لما بيجي تدخلوا الجامعه كلهم بيفكروا بقى جامعه امريكيه ومش عارف ايه ونساء. بيقول لهم طيب انتوا ايه النظام؟ داخلين ايه الناس؟ بس كل واحد انت هتخش ايه؟ او انت تخش ايه؟ بزنس يعني كويس البزنس؟ هو يقول لي بزنس. طب ليه؟ هو حلو يعني لذيذ. طب ايه في البزنس؟ عندك ماركتنج، عندك اوبريشن، عندك فاينانس، عندك اكونتنج، عندك يعني عندك حاجات كتير قوي يعني ام اي اس ماركتنج يعني ماركتنج كويس ماركتنج. بقول له انت معقول هتبني حياتك كلها ال 40 سنه اللي جايه على حاجه؟ طب يا اخي امسك كتاب كده اسبوعين يعني كام اقرا فيه شوف ايه موضوع الماركتنج.
اللي بتكلم فيها احنا نفسنا نفسنا بنفسنا. لو انا سجن فونتر او عايز ابقى سجن فونتر لازم انا نفسي ابقى رول موديل صح. كلام معقول؟ فانا شايف ان احنا علاقتنا في المؤتمر او اليومين اللي جايين هتبقى في حاجتين ايجابيتين. اول واهم حاجه بيتكلم عنها في الكتاب ده وقريتها في كتب كثيره جدا بيتكلم على نتوركينج العلاقات. يا جماعه العلاقات فقط لو انا بدأت بالعلاقات فقط في المؤتمر ومش قاعد بقى مستني لا خليه هو يجي يسلم عليا او انا اروح اسلم عليه، لا لو انا مجرد بدأت بالعلاقات في المؤتمر بس كده. بس انت ما تعرفش الشخص اللي انت تعرف عليه ده هيبقى عنده كام 10 سنين. واحنا عندنا مثلا اظن الناس كلها بقى فيسبوك ومش عارف ايه اللي هو ادراك الفيسبوك، يعني بقى وسيله ان الواحد يقدر يروح اي حته في العالم وممكن يلاقي حد يعرفه يقابله. ده مش موجود من 5 سنين 3 4 سنين. انا لو عايز اخش في اي شركه مثلا بفكر في لينك وعندي علاقات كثيره اي شركه هقدر الاقي لينك الاقي اقابل حد. بس اختم كلمتي عايز اقول ان احنا ان شاء الله قدامنا كام يوم جايين عايزين احنا نبدا بنفسنا. البلد زي ما احنا شايفين شغال في البلد وشغال وشايف المشاكل والدول العربيه واللي رايح واللي جاي بيخبط فينا عارف الموضوع حاسس ايه يعني ايه شويه محرج. بحس ان الموضوع تقيل قوي في حاجات كتير قوي وده ايه ده لسه بتتكلم كهرباء وميه وفي مش عارف ايه وصرف صحي وتعليم وعارف مفيش حاجه يعني مفيش حاجه خالص. بس في امل حاجه واحده. انا سمعت قريت فاكت في كتاب كان بيتكلم على نيشن بيلدينج ازاي يعملوا نهضه الامه ازاي يعني وايه المواضيع اللي النهضه بتقوم بيها. قال ان النهضه يا جماعه بتقوم على 2% من الشعب. يعني انا مش محتاج اغير الناس كلها، انا محتاج اشتغل على مين؟ التيبنج بوينت. احنا محتاجين نشتغل على مين؟ على بعض. فان شاء الله احنا مع بعض اليومين الجايين دول، وحابب اشكركم يعني خاصه استماعكم يعني، شكرا جزيلا.